ركحها والنبي يا عمر ركحها، انا عايزه ارجع اشوف تاني. حاضر هنرجعها، بس بشرط تديني حضن كبير. ما تقلقيش يا فندم. دكتور، انت قلت لحد عن موضوع الفلوس اللي في الجمعيه؟ اكيد لا طبعا. احنا لما سالنا في القهوه اللي قدام الجمعيه قالوا انهم ما شافوش اي حد شايل شيله كبيره، يعني مش عارف الفلوس خرجت من الجمعيه ازاي. مش عارف يا فندم، بس هو ممكن يكون شالها جوه هدومه. الفلوس دي لازم ترجع يا فندم، انت ما تعرفش ازاي الناس دي محتاجاها. لا اكيد هترجع، ما تقلقش ان شاء الله. جمعنا الفلوس دي بصعوبة، عملنا المستحيل عشان نجمع مبلغ زي ده. ما تقلقش، المهم انت تقوم بالسلامة عشان نكمل التحقيق عندنا ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، وجايز كمان اكون افتكرت حاجة ممكن تفيدكم في القضية. برضو عايز اعرف مين اللي جاب لك الخاتم. الكلام اللي بتقوليه ده يا استاذ، طبعا جوزي هو اللي جايب لي الخاتم، امال مين يعني اللي هيجيبه لي؟ وبعدين ده خاتم فالص. تسمحي لي اشوفه؟ طيب بتعملي ايه؟ من حسن حظك ان انا بفهم كويس قوي في الالماز الحر. حر يا مدام. برضه جوزي اللي جايبهولي. خلاص قاعده استناه بقى عشان اساله جاب خاتم ثمنه 7-8000 جنيه منين. ابوس ايدك ما تفتحنيش. مين اللي جاب لك الخاتم يا مدام سناء؟ محسن. محسن ده شاب عنده 27 سنه بيشتغل مع عمرو جوز سناء في الوكاله. طب وفي بينهم حاجة؟ بتحلف إن كل اللي بينهم عزومات وفسح، وإن مفيش علاقة صريحة، يعني عمره ما لمسها. طيب وجاب لها خاتم ب 8000 جنيه؟ مش دي الفكرة. الراجل ده شغال عامل في شركة، وكمان الشركة بتفلس. نجيب خاتم بالثمن ده غريب. أنا باشا، أنا خدت الرقم اللي اديته لنا مرات عمرو، كشفت عليه في الحوالي المدنية، لقيت مفاجأة. ايه؟ الواد ده كان متهم بالسرقة قبل كده مرتين. تفتكر؟ ظلم يا باشا، المرتين ظلم. ايه مرتين ظلم؟ اه. طب مرة ماشي، إنما المرتين؟ أيوة يا باشا، الحكومة مستقصدانا. مستقصدانا، ماشي. محسن مرتبك كام؟ الأساسي يعني يعمل له 1200، لكن مع شوية مبيعات يعني وحركات والحاجات دي يخش له في سكة 2000. 2000 جنيه. وتجيب خاتم ب 8000 جنيه. لا يا باشا، دي شبكة خطيبتي، بس احنا لما فسخنا الخطوبة هي رجعتها لي، أنا ما هنش عليا أبيعه، بس والله يا باشا دافع فيه دم قلبي. تقوم تديه هدية لمدام سناء؟ بحبها، بحبها يا باشا. تمام. والحب ده واصل لحد فين؟ لا 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 يا باشا، مش واصل لحد حاجة، هو يعني خروج على النيل، أكلة سمك، نخش السينما، مش أكتر من كده والله، أنا مش خاين يا باشا. يا راجل. أه والله. طيب يعني وأنت مع مدام سناء عن النيل وبتاكلوا سمك، عمرها ما قالت لك أي حاجة عن شغل جوزها؟ لا يا باشا خالص والله، ولا هي ولا جوزها. محسن. والله يا باشا أنا مش كدابة يا باشا والله. هيبقوا ثلاثة ظلم؟ يبقى الحكومة عايزة كده يا باشا بقى. ماشي. إيه رأيك؟ ممكن يكون كلامه حقيقي، بس لو بيمثل يبقى ممثل شاطر قوي. طب يلا. اسكتوا ساعة بس. يعني ايه؟ يعني اسألوا أي أسئلة بس ساعة. اسألوا ايه بس يا أدهم؟ أنت سألته كل الأسئلة. يا حازم اتصرف. طيب خلاص ماشي. طب أنت مش عايزني معاك؟ لا لا، أنا هاخد حسام معايا. ينفع يعني من غير اذن النيابه كده؟ اذن النيابه بيطلع بعد الاستجواب طالما مفيش دليل ادانه. تقوم حضرتك حبسه هناك ونيجي نفتش بيته من غير ما هو يعرف. ما هو لو خرج اكيد هيخفي الدليل. بس ده غلط. انا من الاول لو اعرف ان حضرتك عايزني معاك عشان كده انا اصلا ما كنتش جيت. خلاص امشي.
تمام امشي. يبقى تسكت. حاضر. نور. بس انا مش فاهم يعني. انت متخيل احنا ممكن نلاقي ايه هنا؟ مبلغ زي ده مستحيل يحطه في البنك من غير سين وجيم. ما هو برضه لو هو اللي خد المبلغ الكبير دوت مش منطقي ان انا احطه في البيت. دوت وانت ساكت. حاضر. ادهم باشا. بص. كان عندي حق. بس ده برضه ما يمنعش ان الغلط غلط. مش عزومات بس. استفيد استفيد اللي هو حرقهم. بصي يا مدام سناء، واضح ان محسن بعد ما صورك الصور دي هددك. بعد كده سمعت من عمر جوزك عن موضوع الفلوس اللي هتبات في خزنه الجمعيه، فقلت له عليها عشان محسن يسرقها. سرقهم؟ ازاي؟ مستحيل طبعا. حسن عمره ما هددني. وحسن بيحبني. قلت له على موضوع الفلوس ولا لا؟ حسن